السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جود من قناة جود نوش. خلون هذا البرنامج فتضغطون على هذا ويعني اوكي فتقصون اللي انتم تبغونه. معلش قلت في البداية. اوكي بس بدا يعني لا تسرعون في القص فتحفظونها. انا عشان حفظتها ما حفظت. تروحون فانتوم، برنامج فانتوم، تضغطون على الكاميرا ثم ثاني واحدة تختارون الصورة، صورة من عندكم انتم، فتضغطون ثلاث خطوط فتضغطون ثاني واحدة. لما تختارون الصورة اللي قصتوها فتكبرونها فتقدرون تكبرونها تمددونها يعني اللي تبغون انتم. تقدرون تكتبون نص فاحفظوها. انا بالغلط مسحتها زي ما قلت لكم كبروها بغيتوا، فانا كبرتها والحين بحفظها. اوكي فتنتظرون شوي يعني هو بتنتظرون اللي يجيكم. اوكي فانا عودت اصمم مره ثاني مره للثاني صوره. وطبعا انا راح اصمم وارجع لكم، راح اقص وكل شيء وراح ارجع لكم. اوكي وصممت كل شيء وكنت بقول لكم انه اسف على القطعه. فوصلنا نهاية المقطع، اتمنى يعجبكم، لا تنسوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر التنبيه لان يوصلكم كل جديد. وكان معاكم جود من قناة جود نوش، مع السلامة.